ولا أجمل ولا أحلى. عموما لدينا هنا مدرب رائع جدا هو أحمد الفران، أيضا صاحب الثلاث بطولات، صاحب 11 بطولة فقط مع الرياضي في 3 سنوات، كأس لبنان مرة واحدة، السوبر المحلي مرة واحدة، بطولتين دوري، 4 حريري، 1 بطولة دبي الدولية، 1 غرب آسيا، وبطولة آسيوية أيضا. وفى أيضا هذا الموسم في 2019 خسر نهائي بطولة آسيا أمام الفريق الياباني. عموما في الجانب الآخر أيضا سلة المغربي يمتلك في تاريخ 25 بطولة، لديه 10 سنوات من الإبداع، من 2010 ل 2020 يمتلك 25 بطولة، الدوري 10 مرات، الكاس 13 مرة، أفريقيا مرة واحدة، بطولة دبي الدولية مرة واحدة، ولكنه في البطولات العربية غير موفق أبدا. استضاف البطولة 3 مرات البطولة العربية، ولكنه مشاهدينا الكرام لم يستطع أن يكسب الذهب. عموما وما أدراك ما روعة الأصفر اللبناني الجميل، إمبراطور كرة السلة اللبنانية والعربية فعلا، هو الرياضي اللبناني اللي يمتلك 26 دوري، لا والله وين 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 وين، يمتلك 34 دوري، ويمتلك أيضا 6 مرات الكاس، ويمتلك بطولة عربية أو البطولة العربية 5 مرات، وبطولة دبي الدولية 7 مرات، وحسام الدين الحريري تقريبا 15 مرة، غرب آسيا 3 مرات، وبطولة آسيا مرتين، هنا العالم اللبناني وروعة أيضا الأزرق مع الأصفر في حوار كبير وجميل. يعني بكل تأكيد راح يكون النجم الرادسي التونسي واحد من الفرق المرشحة أيضا للبقاء في القمة من خلال أيضا 3 مباريات، الفوز في 3 مباريات متتالية. والجانب الآخر أيضا ميغني الفلبيني اللي راح يقدم عطاءات جميلة ورائعة. هذا المربع الذهبي هنا السلام الوطني بحناجر الجماهير. كلنا للوطن، هذه الجماهير الهادرة تماما، نتمنى أن تستمر أيضا في العزف التعبيري تماما لهذا العشق الجميل، الرياضي اللبناني إمبراطور كرة السلة اللبنانية والعربية الذي يقدم عطاءات دائمة هنا، وهو صاحب الرقم القياسي هنا في بطولة دبي الدولية ب7 ألقاب، وهو الذي كسب أيضا البطولة الآسيوية مرتين على بركة الله. المباراة تأتينا أيضا بصافرات جميلة ورائعة ومبدعة من خلال أيضا محي الدين خطاب، عامر سيقري، وأحمد خميس على مستوى الساعة، محمود السيد المراقب، قاسم دعدوش، أسماء لبلوشي على التسجيل الإلكتروني، الميقاتي دينا صبري، و24 ثانية لنوال الحسن على بركة الله. هنا من رضوان بن سليمان الرائع حقيقة الرائع. عموما تشكيلة الرياضي اللبناني مشاهدينا الكرام في البداية، دواين جاكسون، داريان، أمير سعود، مايك حلوة، يا هي بداية يا سعيد يا البوزيدي، يا هي بداية. عموما إذن أول 3 نقاط رائعة جدا مشاهدينا الكرام لسلة المغربي بطريقة أكثر من رائعة، نعود بمتابعة جميلة أبدا. يعني كانت المباراة ممكن تكون بطريقة أشرس بكثير، حلوة تسجل، الله 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 الله، بطريقة رائعة من مازن منيمنة، برافيا مازن، ممكن أن يعادل من خلال الفري ثرو. يسجل ولا لا؟ برافو، ماشية صح معك يا منيم، برافو مازن. إذن يعادل 3-3. نستكمل تشكيلة الرياضي اللبناني، ميغيل مارتينيز، رودريغ عقيل، بلال طبارة، وائل عرقجي، مازن منيمنا، هايك، وباسل باوجي، هشام الحلو، وجان عبد النور، وعلي حيدر، هل يشاركان او لا؟ عموما في الجانب الاخر جمعيه سلة المغربي
عبد الرحيم نجاح، ياسين المحسين المحسيني ايضا، زكريا المصباحي، بيلو، واين ارلون، محمد القرايشي، رضوان بن سلمان بن سليمان، رضوان بن سليمان النجم التونسي الرائع، اشرف لحيا وحمزه جدي وبدر الدين ازوكا وسفيان كوردو، طبعا في غياب محمد شوعه والعملاق الاخر زويتا عبد الحكيم زويتا. 3-3 ما زلنا في البدايه، راح نشوف الان، راح نشوف، هذا مازن، هذا مازن، هذا مازن يسلم دائما، برافو عرائجي، عرائجي والعرائجي واحد من السيمفونيات حقيقه، لاعب سيمفوني، هيا ما تسجل، ما تسجل يا وائل، نعود بطريقه جميله دائما، بطريقه جميله دائما، راح نشوف تحت السله، هذا ما له حل، هذا مبدع دائما مبدع، رضوان بن سليمان، عموما عرائجي محاولة التسليم دائما، راح نشوفها، هي ما تسجلت، يعود نجاح عبد الرحيم نجاح، واحد من العمالقة حقيقة، واحد من العمالقة عبد الرحيم نجاح، ياسين المحيسني أيضا، وزكريا المصباحي وسفيان كوردو، كلهم نجوم وروائع المنتخب المغربي. عموما سلة المغربي البطولة الأفريقية 2017 عندما فاز على النجم الرادسي التونسي. عموما هي ما مشى، بعيدة تماما، بعيدة تماما من ياسين. مازن عامل المباراة إلى الآن جميلة، برافو، يس يا سلام باسل باوجي، برافو يا باسل، المباراة يعني قمة، قمة بكل تفاصيلها من البداية، يعني من الأسماء الموجودة، من البطولات الموجودة، من القمم الموجودة، من النجوم الموجودين، من العمالقة، وواحد من العمالقة بكل تأكيد هو رضوان، رضوان بن سليمان اللي شارك أيضا مع الشارقة على ما تذكر في 2011، واستطاع أن يقود الشارقة الإماراتية إلى البطولة العربية، إلى البطولة العربية. هذا رضوان بن سليمان، واحد من الرائعين مع النجم الساحلي، قدم الكثير. نعود المتابعة، عبد الرحيم نجاح، لعيب ما مشت معاك، برافو عرائجي، برافو عرائجي، هذا وائل الولد السيمفوني، فعلا سيمفونية، هيا لا 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 لا، يا فران يا فران، دائما اقول خبزاتك سخنات حلوه، لا 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 لا، الموضوع كبير، الموضوع كبير كبير كبير، والحوار ولا اروع ولا اجمل ولا احلى. 7-6 نعود لعرايجي، راح يسلم دائما لمين؟ لمايك، مميز مايك، هنا داوين، داوين جاكسون، لعيب يحاول فيها يسجل بطريقه جميله، لا 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 لا، المباراه من بدايتها، من بدايتها حكايه، من بدايتها حكايه، هذا رضوان، هي كان ممكن ان يرد ولكن ما مشت معه سنتيمترات فقط، ما خلته يهز سله اللبناني، الرياضي اللبناني، امبراطور كره السله اللبنانيه والعربيه، ابداع ابداع ابداع. 9-6 السوق الحره يلعب مباراه كبيره، راح نشوف، هذا مايك ما مشت، تعود لمصلحه ايضا جمعيه سله المغربي، الفريق الذي لم يلعب ايضا الدوري منذ اكتوبر الماضي، منذ اكتوبر الماضي ومنذ البطوله العربيه عندما خسر في الدور نصف النهائي، في الدور نصف النهائي، هذه البطوله اللي منحسه تماما مع سله المغربي. يا لعيب يا لعيب ما تسجلت، الله، عمل كل شيء الا التسجيل، عمل كل شيء الا التسجيل، يسرع الرتم، برافو بطريقه واين، هي 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 ما تسجلت، سريعه تعود بطريقه جاكسون، اعملها حلوه، هي يا رائع، هذا الاداء، برافو يا باسل، برافو يا باسل، بالبدايه فيها تايم اوت، البوزيدي ما يسمح للفارق يطير، première intention à Loulet. Défendez d'abord. On défend, après on part en contre-attaque. S'il n'y a pas de contre-attaque, on travaille Loulet.
Faites passer le ballon inside, outside, jouez sur la transition. Jouez sur la transition, là. لجحات كبيرة جدا مع جمعية سلام في آخر 10 سنوات عملوا فترة ذهبية فعلا. الفوز أيضا على النجم الرادسي التونسي في رادس في مدينة رادس. الوصول إلى نهائي البطولة العربية 3 مرات اللي استضافها أيضا ما تحصل عليها من أحسن شوية البطولة العربية عموما. في حين أن الرياضي طبعا حصل على البطولة العربية 5 مرات، على بطولة دبي الدولية 7 مرات، حسام الدين الحريري يعني 15 فما فوق، غرب آسيا 3 مرات، آسيا البطولة الآسيوية البطولة الأشرس على مستوى القارة 2 مرات، و34 دوري و6 مرات أيضا الكاس. ونعود إلى رضوان، نعود هيا يا نجاح يا نجاح، منتهى النجاح منتهى النجاح منتهى النجاح، رائع هذا الأداء. 11-9 برافو عبد الرحيم نجاح في الكرة الماضية، في الكرة الماضية الرياضي هو البطل الأخير، أيضا النسخة الأخيرة. على مستوى الألقاب طبعا يبقى الاسم المتفرد على مستوى البطولات هنا مع الشامفيل ومع الحكمة ومع أيضا الرياضي فؤاد بوشاقرة الكابتن القدير، اللي وجه له بكل تأكيد من منبر دبي الرياضية أحلى تحية. يعني غريب أن يغيب من هذه البطولة. عموما 11-9 مشاهدينا الكرام، هنا داريان برافو 12-9، ما زلنا في أول 6 دقائق من الكوارتر الأول، لسه بدري. ياسين إلى المصباحي إلى رضوان، أوهو أوهو خد فيها خطأ بكل تأكيد، لعيب 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 لعيب، هذه لعبات. عموما الرياضي بدأ مع الجامعة الأمريكية واستطاع أن يكسب 96-78، عاد مرة أخرى واستطاع أن يكسب الاتحاد السكندري المصري ب 95-89، يعني شرس جدا حتى على مستوى دائما يعدي 90، حاجز 90 هو من يعديه. الاتحاد جمعية سلة فاز على الاتحاد السكندري 88 أيضا مقابل 87 في مباراة كانت شرسة للغاية. جمعية سلة استطاع أن يكسب الجمعية الأمريكية أيضا ب 91-84، إذا على مستوى التقارب نعم تقارب كبير جدا على مستوى التسجيل والقوة، والفارق بسيط جدا على مستوى التسجيل في المباراتين. نعود راح نشوف الآن، راح نشوف مايك ماذا يمكن أن يقدم، حلوة سجل ولا لا تحت السلة، يا السلام داوين، الله 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 الله، فرجة 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 للفرجة، هذه المباراة للفرجة فعلا. نعود ياسين دائما يسلم الى زكريا المصباحي، هي ما تسجل، يعود زكريا برافو في المسافه المتوسطه، لعيب 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 زكريا، الى الان ما شفنا سفيان كوردو، حرام الا يتواجد زويته مع شوعة، الثنائي الجميل فعلا محمد شوعة وعبد الحكيم زويته لا يتواجدان، حرام حرام فعلا. نجوم على مستوى عالي جدا تحت السلة، يحاول فيها أبدا داريان، حلوة لو مشت لو مشت، لا 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 يا مازن، كبير 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 كبير، برافو يا مازن برافو يا مازن برافو يا مازن. نعود 17-12 في مباراة شرسة للغاية، أسوأ ما في هذه المباراة، يعني ما راح أقول لك أحلى لأنها كلها حلوة، أسوأ ما فيها
إن الفريقين لا يلعبان الدوري أبدا، لا في المغرب ولا في لبنان. الكل متوقف. الشكر والتقدير طبعا للزميل حسن عودة ومحلل دبي الرياضية أيضا المبدع حقيقة حمدان سعيد. يا سلام، أها الله 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 الله. داريان 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 توينز. المباراة قمة في الإثارة في كل تفاصيلها. نعود لمازن ونعود أيضا هنا إلى مايك، إلى مايك. راح نشوف الأصفر مع الأزرق. حلوة يا لعيب، ودي أقول لك يا لعيب للصبح. زكريا يرد عليه، يا الله من سلة لسلة. هاي واي ماخذ الهاي واي. يا لعيب يا لعيب يا لعيب. وائل عرائجي، وائل ما زال عنده الكثير. وائل راح يشوف. هو يا سلام يا داريان، يسجلها بمتابعة جميلة لمازن. لا 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 لا، مازن عامل مباراة كبير، مازن عامل مباراة كبير فعلا، عامل مباراة كبير. نعود نعود نعود. 21 ل 16، 10 نقاط لمازن منيمنة. المباراة ما زالت فيها ما فيها من حلاوة والروعة. برافو يا زكريا، يسجل. الله 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 يا زكريا. 9 نقاط و10 نقاط لمازن، والأمور تسير بطريقة رائعة جدا. و8 نقاط أيضا لعبد الرحيم نجاح، لعبد الرحيم نجاح. دقيقة و14 ثانية من عمر الكوارتر الأول، راح نشوفها الآن. هنا طبعا هايك وتحت السلة وتسجلت بطريقة جميلة. الله 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 الله، قلت لك لاعب سيمفوني، لاعب سيمفوني. نعود 23 ل 18، تسجل ولا لا؟ لعيب 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 لعيب. وين أرنولد؟ برافو يا أرنولد. ثلاثية جميلة أرنولد، ثالث ثلاثيات أيضا جمعية سلة، ثالث ثلاثياته. نشوف هي بطريقة جميلة. هايك ما مشت معاك، يعود أرنولد يعود. وين أرنولد؟ يا سلام، أوهو دومك. واحد من اللاعبين الرائعين حقيقة. نعود 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 إلى داريان تونز أو دوينز أو دوينز. 23 ل 21، 12 ثانية المتبقي من عمر الكوارتر الأول. ووائل عرائجي، هذا وائل هذا وائل. الدينا سيمفونية حلوة يا لعيب على مستوى التمرير، حاول فيها سريعة، حاول ولكن 23 ل 21. الرياضي هو المتقدم في مباراة أكثر من رائعة حقيقة. هذه
إذن عودة لقراءة أحداث الكوارتر الثاني مشاهدينا الكرام بعد التقارب الكبير 23 ل 21. المباراة مثيرة، 10 دقائق ولا أروع، 10 دقائق ولا أروع. طبعا غياب جان عبد النور، غياب علي حيدر من الغيابات المؤثرة، هل يعود إلى البطولة في قادم الأيام؟ أيضا علي حيدر يقدر يشارك ولا لعبه من مايك هنا، هنا مايك، هنا مايك. شوف شوف الضغط، شوف الضغط الدفاعي ما أروع. الخطأ على مين المرة هذه؟ على أرنولد، على أرنولد. وإن كان سعيد البوزيدي يقول له فيه مشي، في مشي عموما، ولكن المباراة فيها طاقم تحكيم جميل فعلا، عمرو سيقري وأحمد خميس ومحي الدين خطاب، ثلاث أسماء حلوة. 23 ل 21، محاولة أدريان حاول فيها، داريان وينز، يا سلام يا سلام، هذا كوردو، هذا سفيان خد فيها خطأ، لا مشى فيها، مشى فيها سفيان كوردو. هنا البوزيدي، بطولة أفريقيا لديه، بطولة أفريقيا سل المغربي المتوج بلقب الدوري المغربي 10 مرات والكاس المغربية 13 مرة وأفريقيا مرة واحدة وبطولة دبي الدولية مرة واحدة وخمس نهائيات وعربية والخسارة دائما منها 3 على الأرض المغربية في مدينة سلا المغربية. برافو يا رضوان، سريعة تحلو يا كوردو، لا 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 كبيرة 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 كبيرة، الله 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 عليك يا سفيان، حلوة حلوة حلوة. 23 ل 23، ما أروعك في الكرة الماضية، هذه هذه اعملوا لها ارشيف هذه اللقطه الجميله الى طبعا احمد امام، اعملوا لها ارشفوها اللقطه الماضيه. نعود عرائجي، يا سلام هايك، راحت عليك يا هايك، كان في الامكان افضل مما كان. 23 ل 23، شوف اللقطه، الله 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 الله، عمل فيها موف 1 2 وان تو، دخل بطريقه جميله جدا، وهنا هايك سجل ولا لا؟ راح نشوف، ما تسجلت الاولى. والثانيه يا هايك ما تسجلت. عموما هل يتقدم الان سلا المغربي؟ حلوه لعباتك، حاول ولكن راحت عليه، يا سلام. هنا امير سعود، الى وين؟ إلى جاكسون، هو هو، الله 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 الله، احلوت المباراة، احلوت المباراة على مستوى الأسلحة الفتاكة، الأوت شوت هذه يا لعيب يا سفيان، يطالب طبعا بخطأ غير موجود. 26 ل 25، 4 نقاط لكوردو في أول نزولة لسه نازل، هذا جاكسون عنده فكرة، عنده فكرة، عنده فكرة، عنده فكرة، لا 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 لا، الفكرة جديدة، حلوة الثلاثية، ما أروعك. دوين جاكسون، برافو. نعود مرة أخرى لياسين، في خطأ. على جاكسون يبدو لي. زيرو، على اللاعب رقم زيرو. ولكن هو رقم زيرو، ولكن مبدع حقيقة، مبدع. سجل لنا 8 نقاط دوين جاكسون. عموما مستمرين مشاهدينا الكرام، ياسين يحاول فيها، راحت، خطأ على مستوى التمرير، عراجي، أمير يحاول، يا لعيب، هي هي ما تسجلت، يا سلام. يا جماعة فهموني، معقولة في لبنان ما في دوري وفي المغرب ما في دوري؟ وهذا الإبداع على طبعا هنا في أرضية صالة الشيخ مكتوم بن محمد
في بطولة دبي الدولية لكرة السلة. فهموني بأنها مستحيل مستحيل يعني اللعيبة في كامل الحضور وما زلنا في الدور التمهيدي في كامل الحضور النفسي واللياقي والفني والإبداعي والإيقاعي. 25-29 ما زال الرياضي هو المتقدم، يريدها ثامنة، يريدها ثامنة، ويريد أيضا سلا المغربي الثانية الباحث عن الثانية باللون الأزرق. نعود ونتابع. حلوة حلوة حلوة. أوهو 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 أوهو. عملها وانتك، عملها وانتك. الله 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 الله. يا سلام يا سلام يا سلام. إبداع، منتهى الإبداع. نحن في الكوارتر الثاني، الكوارتر الأول انتهى 23-21 لمصلحة الرياضي اللبناني، لمصلحة إمبراطور كرة السلة اللبنانية والعربية. الفريق الذي يمتلك يعني بطولات بطولات بطولات، حدث ولا حرج، حدث على مستوى النجوم، على مستوى البطولات، على مستوى الإبداع. هذا اللاعب البديل بدر الدين زوكا، ما مشت معاك، برافو أمير، يسرع الرتم. هي عرائجي، عرائجي تمشي تمشي، حرك الصالة حرك الصالة حرك الصالة. هو محبوب، هو اللاعب، هو اللاعب السيمفوني فعلا. شوف شوف، طير الجماهير، برافو يا واي. لقطة من اللقطات الجميلة أيضا للجماهير اللبنانية الرائعة والعاشقة تماما. هنا الرياضي اللبناني على أرضية الملعب، صالح الشيخ مكتوب بن محمد، يقدمون عطاءات جميلة جدا إلى الآن. تايم أوت 34-25 بفارق 9 نقاط أمام سلا المغربي. مباراة الصدارة لهذه المجموعة، من يستطيع أن يكسب هذا اللقاء؟ مشاهدينا الكرام، هنا طبعا كابينة التعليق. جماهير عاشقة تماما هنا لفنون لفنون كرة السلة اللبنانية. لقطة جميلة 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 جميلة، وشكرا للزميل أحمد إمام. عموما ما زالت المباراة على أرضية الملعب. مباراة أوهو، جاكسون قطعها، ما فيها شيء أبدا. لا والله فيها، لا والله فيها، لا والله فيها، لا والله فيها خطأ. ومحي الدين خطاب عموما مستمرين. مشاهدينا الكرام، هل يستفيد من الخطا الماضي؟ نعود، وين الثلاثيات؟ وين الثلاثيات؟ محاولة التسليم ما مشت مع بدر الدين. شوف السرعه الان امير، هي هي هي، ما مشت المره هذه، برافو بدر الدين. يعني راح يعمل اضافي بكل تاكيد بدر الدين. وين ارنولد؟ وين ارنولد؟ لاعب مميز للغاية، الثلاثية. أوه الله 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 الله، الثلاثية الرابعة، الثلاثية الرابعة لجمعية سلة المغربي مقابل الثلاث الثلاثيات أيضا للرياضي اللبناني. هذه واحدة حلوة تعود بطريقة جميلة، اللمسة الأخيرة طبعا لمصلحة سلة المغربي. جمعية سلة المغربي المدينة التي تقدم كرة سلة على أعلى مستوى، المدينة مدينة سلة المغربية اللي قدمت أيضا بطولة في 2017، البطولة الأفريقية طبعا. هنا أبطال قارات،
لدينا الرياضي اللبناني بطل القارة الآسيوية مرتين، ولدينا سلا المغربي بطل القارة السمراء مرة واحدة. لذلك حلو هذا كوردو، هذا كوردو لعيب، برافو يا سفيان، الله لعباتك عمل فيها لفة حلوة على فكرة، عمل فيها موف جميل. هذا كوردو ما المفروض يطلع من الملعب لأنه إمكاناته عالية جدا تحت السلة، هداف كبير. 30-34 مستمرين، عرائجي يسلم لجاكسون، ثلاثية ما تمشي يا جاكسون، تحت السلة راحت عليك. باسل باوجي حاول فيها ولكن يبدو بأن الخطأ الأخير هنا. طبعا قائد الأوركسترا الجماهيرية، الأوركسترا الجماهيرية الكرة الماضية، هنا أمير سعود شعب يتنفس كرة السلة، شعب اللبناني وجمهور الرياضي، جمهور الحكمة، جمهور الشانفيل، جمهور بيروت وهوبس، وكلهم يتنفسون كرة السلة فعلا. هنا الفران، وما أدراك ما الفران، ثلاث سنوات ناجحة تماما مع الرياضي، 11 بطولة للفران، كأس لبنان مرة واحدة، سوبر محلي مرة واحدة، بطولتين دوري، أربعة حريري، واحدة دبي، واحدة غرب آسيا، واحدة آسيا. صور عزيزي المشاهد. عشر بطولة. شوف الجماهير، شوف العشق، شوف المحبة، شوف الوطن. يسكن القلوب ويسكن العيون والأحداق. هكذا هي الجماهير اللبنانية. كلك على بعضك حلو يا الرياضي، كلك على بعضك حلو، مثل ما قالها القيصر كاظم الساهر لما يقول لك كلك على بعضك حلو. عموما عموما مستمرين فيها سرعة. الفريق الأزرق من أكتوبر ما لعب. الله الله، عبد الرحيم نجاح مضغوط عليه، سجل 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 سجل. يقول كلك على بعضك حلو، والأحلى الخجل اللي بعيونك، تزعل أو ترضى، حلو شوكة بعين اللي حزدونك. عموما شوف السرعة الآن، هذا طبعا العراجي، والعراجي لعيب لعيب مازن في البداية كان مبدع، عشر نقاط لمازن، الآن توقف شوي. هو هو حاول فيها اللمسة الأخيرة، اللمسة الأخيرة فعلا 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 فيها ملامسة، راح تشوف فيها ملامسة، يبدو لي كان فيها ملامسة للمدافع الرياضي اللبناني. هذه لحظاتك، هذه لحظاتك، شوف راح نشوفها الحل موجود مع مين. فيها لمسة، فيها لمسة على باسل باوجي. 34-32 فارق ضيق تماما على فكرة، الفارق كان 31-25 31-25. شفنا أحمد خميس على طبعا اللقطة الماضية، حكم جميل، هي ما تسجل، تعود مرة ثانية الكرة اليمين لمصلحة الرياضي اللبناني. وائل عرائجي إلى جاكسون، هايك سجل. أوهو الله يا هايك، برافو والله، برافو والله، برافو والله، رابع الثلاثيات اللبنانية. ثلاث دقائق متبقية، بن رضوان، هذا كوردو لعيب حاول يلف، راحت عليه راحت عليه الكرة لمصلحة سلا المغربي. هنا البوزيدي، سعيد البوزيدي المصباحي، يعني لا خبرة عالية جدا لزكريا المصباحي، وجوده يعطي إضافة فنية وقيادية، إضافتين قوة فنية معنوية نفسية وقيادية. عموما هذه أكثر من اثنين، فيها أربعة
اوه راحت عليك يا زكريا، يبتك يا عبد المعين تعيني، لقيتك يا عبد المعين تنعان، ما مشت معك يا زكريا. نروح 37-32 الرياضي في اخر دقيقتين و55 ثانيه، هو المتقدم في مباراه الصداره في هذه المجموعه، في هذه المجموعه مستمري جاكسون. حلوه هي، اوهو داريان حاول فيها، ما مشت معك يا داريان، فرصة لتخريب النتيجة مرة أخرى. 37-32 قمة عالية جدا، محاولة راحت، برافو يا داريان، برافو يا داريان. بطولة أوه الله 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 الله، لعبة كبيرة من لاعب كبير فعلا. 40-32 40-32 ما أروعك فران هنا، قلناها من زمان والله. خبزاتك سخنات يا فران يا فران. عموما الرياضي هو المتقدم إلى الآن في المباراتين اللي لعبهم، سجل 191 نقطة مقابل جمعية سلة اللي سجل 179 نقطة، اللي دخل على الرياضي اللبناني 167 نقطة مقابل جمعية سلة اللي دخل عليه 171 نقطة، إذا متقارب كبير. يا كوردو مزيكا، هذا الولد مزيكا، لعيب لعيب لعيب، وهذا الفران مخه مليان باسكت، 3 سنوات مع الرياضي و11 بطولة، 100 100 100 100. نعود عموما هنا رودريك عقل او عقل الى جاكسون، مضغوط عليه، لعيب لعيب، يا سلام يا سلام، بسهوله كبيره بسهوله كبيره يا عقل، هذا امير، لعبه جميله فعلا، لعبه جميله. 42-34 لا جديد. الى سفيان كوردو، زكريا المصباحي، زكريا لعيب لعيب، خبرات خبرات خبرات، كرة الماضية تعود بطريقة جميلة إلى بدر الدين أوزوكا، هي ثلاثية ما تمشي، يعود داريان إلى رودريك، تسعة وأربعين ثانية من عمر الكوارتر الثاني. حلوة داريان يهدي على، أوه يا ساتر سجلها، الله يا هايك الله يا هايك، عمل حركة شوف الحركة اللي عملها، يا ساتر، أخذ أرنولد ورمى الأرض بطريقة جميلة، تسجلت وفيها طبعا ما فيها شيء. هذا جاكسون اللي خرج الملعب في آخر 40 ثانية، في آخر 40 ثانية، 42-34 الفرق يصل مرة أخرى لثمان نقاط. هنا أحمد خميس، هذا الحكم المميز فعلا، تحكيم على مستوى عالي جدا في هذه المباراة. مستمرين 42-34 ثمان نقاط الفارق. الرياضي المباراة القادمة راح تكون أيضا شرسة غدا إن شاء الله أمام هوبس اللبناني. نعود خلاص 30 ثانية، أوهو ما تسجلت. في بعض الأحيان يعني من حلاوة اللعبة ممكن تقول له حرام على اللاعب اللي ما سجل. المباراة القادمة أيضا لجمعية سلة المغربي هوبس اللبناني، ولكن يوم الثلاثاء إن شاء الله، غدا راح يريح. عموما مستمرين صدارة هذه المجموعة في خطر، إما لسلة المغربي باللون الأزرق وإما الأصفر يكتسح هذه المجموعة ويعتلي قمة هذه المجموعة بالرغم من الغيابات.
جان عبد النور وعلي حيدر وكل كبير اللقطة كبيرة كانت، وينتهي الحوار 42 للرياضي مقابل 34 مشاهدينا الكرام بفارق 8 نقاط بالكمال والتمام. ويتبقى لنا شوط آخر، الشوط الثاني بفترتين الثالثة والرابعة. إلى ذلك الحين مشاهدينا الكرام أذهب إلى طاولة الزميل حسن عودة والمبدع في قراءة المباراة التحليلية ومباريات التحليلية حمدان سعيد. تحياتي، الكلمة تذهب للزميل حسن عودة. شديد اللهجة، أقل ما يمكن أن يقال عنه بأن حوار شديد اللهجة، حوار النجوم، حوار البطولات، حوار الإبداع والإمتاع والإقناع. هنا كرة سلة على أعلى مستوى بين الفريقين اللبناني والمغربي. عموما التقدم 42-34 لمصلحة أيضا الرياضي اللبناني، الرياضي اللبناني الذي يقدم مردود عالي جدا، وإن كان سلة المغربي يحتاج يعني واضح تأثير غياب أيضا زويتا وغياب شوعة، ونتمنى أن يعودان لقيادة أيضا المغرب وقيادة أيضا سلة المغربي للإبداع. عموما قلنا بأن طبعا عندنا بطل القارة الآسيوية مرتين هو الرياضي، وبطل القارة الأفريقية السمراء أيضا مرة واحدة هو العملاق الآخر سلة المغربي. برافو 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 يا عبد الرحيم يا نجاح، برافو يا نجاح. منتهى النجاح عندما يكون تحت السلة. نعود إلى رودريغ عقل
الى جاكسون، راح يشوف داريان، هي هاي، الله 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 على الاسيست ولا اروع. برافو داريان، برافو يا داريان. حلوه المباراه، حلوه المباراه، حلوه المباراه فعلا. ثمان نقاط موجوده على ارضيه الملعب، الفارق ما زال ارنولد لديه امكانيات عاليه جدا، ولكن يعني بخيل شويه، بعض اللعيبه تحس انه بخيل، هذا واحد منهم. نشوف، برافو عبد الرحيم النجاح، راح يوصل ويسجل، يا سلام، ولكن ياخذ خطا، ياخذ خطا. هنا البوزيدي، صداره المجموعه لمن تكون؟ هذا هو السؤال المهم، هذا هو السؤال المهم. عموما على مستوى التسجيل طبعا تقارب التساوي في النقاط، ولكن الفارق بصدارة أيضا الرياضي بعد ما سجل في المباراتين الماضيتين 191 نقطة، 191 نقطة. راح أقول لك معلومات الآن شوية. التقى الرياضي مع سلة المغربي منذ 2006 14 مرة، الرياضي فاز 9 مرات، سلة المغربي فاز 5 مرات. أكبر فوز للرياضي كان 107 مقابل 95 في 2015 في بطولة دبي هنا، وأيضا مباراة أخرى استطاع الرياضي أن يكسب فيها 106 مقابل 69 في بطولة دبي الدولية في 2017. مباراتين جمعت الفريقان، كانت النتيجة فوق 100 لأحد الفريقين، 107 و106 دائما أيضا الرياضي، دائما للرياضي. عموما تسجلت، برافو، يا سلام، بطريقة جميلة من رضوان بن سليمان، واحد أيضا من المبدعين حقيقة على المستوى العربي، على المستوى التونسي من المبدعين. نعود ونتابع، راح نشوف هنا طبعا مايك إلى رودريغ عقل، إلى هايك، يا لعيب. ثاني ثلاثيات والثلاثية الخامسة مشاهدين الكرام للرياضي، الثلاثية الخامسة للرياضي، والمتابعات تعود بأفضلية واضحة تماما للرياضي. الاثنين يلعبون بدون دوري، بدون دوري الآن، الدوري المغربي لم ينطلق والدوري اللبناني لم ينطلق، وهايك عامل لموف حلو يا سيدي، يلا والله تستحق هذه الابتسامة، يا سلام يا سلام يا سلام. رضوان، هي ثلاثية ما مشت معاك، يعود هايك عامل فارق، هايك عامل فارق في الثواني الأولى أيضا من بداية الكوارتر الرابع، الثالث، وين رحنا للرابع؟ الرابع لسه بدري عليه، هي رودريغ يا لعيب، حالة من حالات النشوة بانتفاضة جميلة جدا لتكتيكات أيضا أحمد الفران، أحمد الفران، يا سلام يا فران، يا سلام يا فران، وخبزاتك دائما سخنات يا فران. عموما 40 ل51 فرق 11 نقطة، نعود، لا 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 لا، الأخطاء مو طبيعية. هنا أمير سعود، هي ثلاثية ما مشت، ما مشت، يعود عبد الرحيم نجاح إلى المحيسني، إلى ياسين، إلى ياسين بطريقة فردية، كوردو بنفس الطريقة، يعني واضح، واضح الغياب مؤثر، خلنا نكون واقعيين. هي يا أرنولد، يا أرنولد، يا لعيب، يا لعيب، يا لعيب، ثالث لعبات أرنولد أيضا، وخامس الثلاثيات. مستمرين، مستمرين مشاهدينا الكرام، 9 نقاط أيضا لمصلحة أرنولد. هي المحاولة الأخيرة، رضوان، محاولة التسليم فيها خطأ، لامست ولا خارج الملعب، لامست أمير، عموما أوهو أوهو، يا سلام يا سلام يا سلام، 13 نقطة مشاهدين الكرام لعبد الرحيم نجاح، لعبد الرحيم نجاح 13 نقطة إلى الآن. هنا هايك عامل مباراة كبيرة على فكرة، يا سلام يا مايك، يا سلام يا مايك، هي هايك، هايك ومايك وهايك ومايك، ويروح رضوان، وبرافو، يحاول فيها ياسين، ياسين يا لعيب، عملها بطريقة جميلة،
لما يتحلى بالسرعة بالسرعة سلى المغربي يكون مرعب يكون مرعب. هنا عامر سيقري حكم مميز للغاية. نعود لعراجي لعراجي وائل عراجي. مستمرين مشاهدينا الكرام. وائل سبع نقاط فقط وائل سبع نقاط فقط ما زال. هيا مايك يسلم برافو يا سلام. فيها خطأ فيها خطأ. هذا داري عن مجرم تحت السلة مجرم. بوزيدي البوزيدي الفترة الذهبية لسلة المغربي مع هذا المدرب القدير حقيقة مع المدرب القدير فعلا. قلنا بأن سلة المغربي لديه 25 بطولة 10 سنوات ظافرة من 2010 إلى 2020 25 بطولة. سلة المغربي المتوج بالدوري المغربي 10 مرات والكأس 13 مرة وأفريقيا مرة واحدة وبطولة دبي الدولية مرة واحدة. هل تكون ثانية هنا في 2020 في 2020 برافو. 53-48 المباراة فيها خمس نقاط بفارق لمصلحة أيضا الرياضي اللبناني. سوق الحرة راح نشوف راح نشوف راح نشوف. هذه البطولة قلت لك 14 مرة التقوا مع بعض 9 مرات فاز طبعا الرياضي اللبناني مقابل 5 مرات. برافو يا كوردو. يعني كوردو يبالى دقائق كثيرة على أرضية الملعب على أرضية الملعب. أول ما بدت هذه البطولة مشاهدينا الكرام قبل 30 سنة بالكمال والتمام كانت طبعا سنة 1989 وكان جمعة الماجد هو البطل. حلوة يا أمير أمير اللقطة الماضية. برافو والله برافو والله برافو والله برافو. سلة المغربي 50-55 حلوت تحت السلة. رضوان مرعب 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 مرعب. النجم الذي لا يشيخ تبارك الله تبارك الله. النجم الذي لا يشيخ رضوان بن سليمان. آخر الأبطال هو الرياضي آخر الأبطال الرياضي اللبناني. عموما سبع ألقاب على مستوى دبي حلوة. أوهو أوهو فيها خطأ يبدو لي على سفيان كوردو. 55-52 سفيان كوردو لاعب المنتخب المغربي. وهنا محي الدين خطاب. الرياضي اللبناني بداها بدا مسيرة الإبداع في 2006 لا والله 2005 2005 بداها في 2005 ثم 2006 ثم عاد في 2008 و2009 و2013 و2015 و2019 هاي السبعة. حلوة 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 حلوة. داريان البديل جاكسون البديل جاكسون 57-52 مشاهدين الكرام. نحن ما زلنا في الفترة الثالثة إلى الآن قابلية المباراة ما زالت موجودة لكلا الفريقين. من يكسب حوار الصدارة. حلوة حلوة على فكرة هذه المباراة مجنونة والمجموعة مجنونة أيضا والمجموعة مجنونة. والدليل بأن المباريات القادمة راح تكون صعبة للغاية راح تكون صعبة للغاية خصوصا حتى على سلة المغربي حتى على الرياضي. والمحاولة الأخيرة وبرافو يسجل ولا لا. هذه مايك ومضغوط عليه من رضوان رضوان خطأ على مين راح نشوف. يبدو لي على رضوان على رضوان. عموما مستمرين وائل هي ما مشت مضغوط عليه على سفيان والخطأ على مين. الخطأ المرة هذه على باسل باسل باوجي باسل باوجي
المباراة القادمة مشاهدينا الكرام غدا سيلعب الرياضي اللبناني في تمام السابعة مع هوبس اللبناني، في حين جمعيات سلة يوم الثلاثاء في تمام الثالثة ظهرا راح يلاعب هوبس اللبناني. إذن الاثنين أمامهم أيضا احتكاك واختبار صعب. برافو يا كوردو، مالك حل والله يا سفيان، مالك حل. 57-56 حلوات المباراة، صعبة للغاية، صعبة للغاية. هي ما مشت. يعود سفيان كوردو إلى ياسين، يسرع الرتم شوية. أرنولد، ما وراك يا أرنولد، في إمكان على فكرة من ملوك الثلاثيات، راحت عليك. مايك 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 إلى جاكسون. الله 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 الله، لعبة عبقرية بطريقة رائعة جدا. برافو للدنك الحلو، لقطة جميلة. خلوها لنا نتمزمز فيها بعدين، نتمزمز فيها هذه اللقطة الجميلة فعلا. نعود إلى أرنولد، سجل سجل سجل، ما تسجلت. ويعود جاكسون بطريقته المعتادة تماما وبشعراته الطويلات. وهي لعباتك، راحت عليك. الخطأ على مين المرة هذه؟ على مين؟ على رضوان ولا على مين؟ يبدو لي على رضوان، وفيها فري ثرو. فيها فري ثرو، رميتين. الخطأ على رضوان بن سليمان مع عامر سيجري. اللقاء أو الحوار الأخير، هذا الخطأ فعلا. الأولى تسجلت، برافو وائل، برافو وائل. 8 نقاط لوائل. لاعب سيمفوني فعلا، يعني كأنه يحمل يعني آلة موسيقى. لاعب مميز، وإن كان اليوم يعني يلعب بحدود المباراة، لكن إذا لعب بكامل أناقته الفنية تأخذ منه الإبداع كله، الإبداع كله. نعود 62-56، هنا ياسين. أرنولد ما مشت، المتابعة تعود بطريقة جميلة فعلا عبر أيضا باسل. تكامل مهاري على مستوى الثقة الكبيرة جدا، على مستوى تدوير الكرة. هي أوهو 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 أوهو، الله على، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. اللقطة كانت رائعة من مخرجنا قبل لعبة جاكسون. هي 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 هي، حرك لي الصالة بطريقة جميلة فعلا. 64-56، فرق 9 نقاط. هذه اللقطة الجميلة، يا سلام، وهذه حلاوتها. الله 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 الله، لقطة إبداعية، لقطة إبداعية. شوف باسل تمريره ولا أروع، جاكسون كان في الموعد وفي التوقيت وفي الإبداع وفي الإمتاع وفي الإقناع فعلا. هكذا يوظف. لما تكلمت في المباراة الماضية بأن عبد الوهاب الحموي لا يوظف في الطريقة المناسبة، هذه واحدة من اللقطات اللي ممكن أن يوظف فيها عبد الوهاب الحموي بهذه الطريقة، لأنه يجب أن يمتلك صانع لعب على مستوى عالي جدا. هكذا تكون الأمور، هكذا اللاعبين العمالقة مترين 22 عبد الوهاب الحموي يجب أن يوظف في الطريقة المناسبة تماما لإمكانياته. شفنا اللقطة الجميلة من باسل إلى جاكسون، دوين جاكسون. عموما مستمرين مشاهدينا الكرام، وهنا ايضا الجماهير العاشقه تماما لفنون الرياضي، امبراطور كره السله اللبنانيه والعربيه. فعلا الرياضي هو الامبراطور، هو الامبراطور. ويكفي بان وصول ايضا احمد الفران المدرب القدير الى يعني
للجهاز الفني او رئاسه الجهاز الفني هنا استطاع ان يكسب له 11 بطوله، 11 بطوله في ثلاث سنوات، ارقام كبيره جدا، خصوصا وهو يلعب في الدوري الاقوى عربيا الدوري اللبناني، ويتوج ايضا من خلال ايضا هذا اللون الاصفر بقمه اسيا، قمه اسيا عموما. هل تكون الثامنة؟ هل تكون الثامنة عبر دبي؟ هنا تغيير الآن الدفع ببيلو، راح نشوف بيلو اللاعب الأجنبي ماذا يمكن أن يقدم. نجاح لعيب 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 تسجلت، لا القرار راح نشوف في رميتين، في رميتين لعبد الرحيم نجاح، لعبد الرحيم نجاح عمر سيجري يعني كان صاحب القرار الأخير. هذا عبد الرحيم من اللاعبين اللي قدموا عطاءات كبيرة جدا، من اللاعبين اللي قدموا عطاءات كبيرة جدا، تمكن فريق الجمعية السلوية سلا المغربي من تحقيق لقب البطولة الأفريقية الأندية البطلة بعد فوزه في المباراة النهائية على النجم الرياضي الرادسي في رادس في مدينة رادس التونسية. يعني كانت مباراة فعلا رائعة على فكرة، يعني من مشاكل أيضا سلا المغربي بأنه لا يحقق البطولة العربية، تبقى مشكلة كبيرة. احتضن البطولة ثلاث مرات ولكنه جاء ثانيا، جاء ثانيا. عموما 64-68 الفارق، ست نقاط الآن، ست نقاط. هذه اللقطة الأخيرة، شوف مضغوط دائما من وائل عرقي، عرائجي عرائجي. هذا سفيان كوردو، برافو يا سفيان، برافو يا سفيان، مميز للغاية. إذا ما نجح يبقى الفرق أربع نقاط، نعم الفرق أربع نقاط، أربع نقاط وأربعة عشر نقطة أيضا لسفيان كوردو. عموما هي برافو والله، برافو والله، يا سلام يا امير، يا سلام يا امير، لقطه فعلا مثاليه. ست نقاط، 29 ثانيه متبقيه من عمر الكوارتر الثالث، المباراه سريعه، المباراه فيها طاقه جميله. هذا كوردو يمرر بطريقه جميله، ثلاثيه حل مناسب تماما، برافو 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 يا زكريا. قلت لك عندما يعود إلى التشكيلة يضيف معنى آخر وبعد آخر لقوة سلا المغربي من خلال الفن، من خلال الإبداع. يلا يا نجاح راح نشوفه، هي لقطة جميلة، كم ممكن يعملها استعراضية، ولكنه فضل تماما أن يسجل بالطريقة المعتادة تماما. 16 نقطة أيضا لسوفيان كوردو، 66-64 و16 نقطة لكوردو، و15 نقطة لعبد الرحيم نجاح، و10 نقاط أيضا لوائل عرائجي، و15 نقطة لجاكسون. هيك بصفروا ما تعودت. بعدين هون خلص، يو ونت تو باس اليوب اول ذا تايم، خلص. وهذا الله كيديروا لكم Thank you.
إذا عودة مشاهدينا الكرام لقراءة أحداث الكوارتر الأخير. 10 نقاط و10 دقائق متبقي تكون مثيرة للغاية إلى الآن. إلى الآن كل التقدم لمصلحة الرياضي اللبناني. حلوة يا جاكسون، لعيب حاول فيها تعود بطريقة جميلة جدا لياسين، الله عبد الرحيم إلى زكريا، شوف السرعة المطلوبة، بيلو بلا وجود ولقطة جميلة، برافو والله يا كورنو، برافو يا سفيان، 66 66 الله على روعة المباراة، الله على روعة المباراة. راح نشوف هي الثلاثية ما تمشي تعود، يا سلام يا بيلو، يا سلام يا بيلو، شوف السرعة، الله يا ياسين حاول فيها، أوه يا الله، هنا يتقدم الآن مشاهدينا الكرام، يتقدم الآن بروعة الأداء 68 66 سلا المغربي. المحاولة الأخيرة في تسرع الآن، برافو ياسين بطريقة جميلة، فيها خطأ متعمد، راح تكون فيها رميات حرة وأيضا حيازة. هنا أحمد خميس حكم المميز. هذه اللقطة الأخيرة، ولكن شوف ياسين تابع، شوف حركة حكم المباراة كانت واضحة تماما، واضحة تماما، محاولة التأثير على الفري ثرو، ياسين ما سجل الأولى، نجح التأثير، نجح التأثير. كوردو يبدو لي خارج الملعب، سفيان كوردو، ياسين يسجل ولا لا؟ ما سجل. يا ياسين يا ياسين، 68 ل 66 مشاهدينا الكرام. الآن الحيازة لمصلحة سلا المغربي، قلنا بأن 14 مباراة جمعتهم منذ 2006 حلوة ما تسجلت، يعود إذا لم يستفد أبدا، لم يستفد أبدا جميع سلا المغربي مما أعطي من خلال أيضا الخطأ المتعمد أو تكنيكال فاول من الحيازة من الرميتين، في خطأ، في خطأ على مين؟ على باسل باوجي ولا على عبد الرحيم نجاح؟ على مين؟ راح نشوف، يبدو لي على عبد الرحيم نجاح، لا على باوجي، اربع اخطاء شخصيه على باوجي، على باسل باوجي. 68 66 مشاهدينا الكرام، راح تكون تغييره بالدفع بمازم منيمنه. هنا البوزيدي ثقه كبيره جدا بامكانياته، بعطاءاته، بايضا تكتيكاته، يعني هنا اسم كبير على مستوى التدريب، وهنا اسم كبير على مستوى التدريب، الفرام من ناحيه، البوزيدي من ناحيه، وهنيئا لبطوله دبي الدوليه، هذا التواجد الجميل وهذه اللقطه الجميله ايضا، وهذه اللقطه الجميله. عموما هنا خطاب والحوار مع نوال. مستمرين مستمرين مشاهدينا الكرام، 68 66 ليش متوقف اللعب؟ ليش متوقف اللعب؟ غريبة شوي. نذكر مشاهدينا الكرام، يعني اتصور عزيزي المشاهد بأن الرياضي اللبناني سجل في الكوارتر الأول 23 ثم 19 ثم 24، في حين جمعية سلة سجل 21 13 ثم 30، يعني الأمور ما زالت على أرضية الملعب مشاهدينا الكرام، ما زالت المباراة على أرضية الملعب. وائل يسلم إلى أمير، مضغوط عليه، حلوة بطريقة جميلة ما سجلها، تعود بنفس الطريقة إلى أمير في المنطقة المتوسطة، يعمل له فاصل عرائجي، سجل، اوه الخطأ على مين؟ الخطأ على مين؟ اعطني قرارك يا خطاب، اعطني قرارك يا خطاب. محي الدين خطاب، اعطني قرارك يا خطاب،
الكرة لمصلحة مين؟ هنا الحوار مع سعيد البوزيدي. سعيد البوزيدي. إذن الخطأ لمصلحة أيضا وائل العراجي. 69-68 إذن حسبت اللقطة الماضية والرمية. وهنا ياسين، المباراة لا تحتاج أبدا لخطأ تحكيمي أبدا لأنها قريبة جدا. نعود لياسين إلى عبد الرحيم نجاح، إلى نجاح حاول يمرر الكرة لمصلحة مين؟ ما زالت لمصلحة سلال المغربي. حلاوة البطولة بهذه الأسماء الكبيرة، بهذه الأندية الكبيرة، بالرياضي إمبراطور كرة السلة اللبنانية والعربية والآسيوية. زيد عليه، حلوة حلوة يا بيلو، ما تسجلت، راحت عليك أبدا. إلى الآن بلا بصمة، إلى الآن بيلو بلا بصمة في هذه المباراة. 69-68 وائل عراجي يسلم إلى جاكسون. حلوة حلوة، داريان يسجل. لما يكون عندك واحد تحت السلة بهذه الطريقة، حلوة راحت عليك يا زكريا يا مصباحي. الأفضلية تماما للخبرة الكبيرة جدا إلى الآن للرياضي. حلوة، هو هو حاول بنفس الطريقة، ما تسجلت المرة هذه، تعود إلى أمير، ما سجلها أمير، عادت بنفس الطريقة، تسجلت أخيرا أخيرا اللبنانية بالطعم اللبناني. حلوة 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 حلوة. الله 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 الله، يا هي مباراة، يا هي قمة، يا هي روعة، يا هي جمالية، يا هي مباراة مثيرة للغاية للغاية للغاية. سيلتقي مشاهدين الكرام العملاقان أيضا هوبس. لا باكر مشاهدين الكرام يبدو لي بأن بيروت تقدم لمصلحة السلة المغربي ب 68-63 ل 66 نعم ل 66. يعني المثير للإعجاب وللاستغراب هذا العطاء الكبير جدا لفريقين لا يمتلكان دوري، بلا دوري. يعني صور سلة المغربي لم يلعب منذ اكتوبر الماضي، فقط تدريبات. عموم نعود لياسين، هذا بيلو، ياسين حلوة، اها 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 تمشي ولا لا؟ راح نشوفها. ابدا ما مشت. الافضلية للرياضي، 6 دقائق. لا 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 لا، بعيدة بعيدة بعيدة، ما زالت بعيدة، ما زالت بعيدة. نعود لأمير جاكسون، مرعب على فكرة جاكسون. هذا تحت السلة ما له حل، تحت السلة ما له حل. داريان، برافو يا داريان، برافو يا داريان. الجماهير العاشقة تماما تعطي أيضا إضافة حقيقية على مستوى الحماس، وهذا مهم جدا في حين سلة المغربي لا يمتلك أيضا جماهير. 75-68 الفرق يصل إلى 7 نقاط، ل7 نقاط. 68 من زمان، آخر 6 دقائق 11 ثانية. كرة السلة يجب أن تذكر الثواني لأنها لعبة الثواني. أوهو، كان في الإمكان أفضل مما كان، في أخطاء كبيرة جدا في تشكيلة سعيد البوزيدي. بادي هدي تماما أمير.
حلوة هي الثلاثية. لعيب ما مشت سفيان كوردو. إذا كوردو وصل إلى أرضية الملعب يكون وضع سلة المغربي مختلف تماما، مختلف تماما. أوهو الكرة الأخيرة فيها مخاشنة مع رضوان بن سليمان نجم التونسي المميز حقيقة، نجم التونسي المميز. هذا الخطأ الأخير يعتذر، مازن يعتذر. ياسين هذا أرنولد، يعني ما يعجبني اللاعب البخيل، ما يعجبني اللاعب البخيل أبدا. في خطأ على أمير، في خطأ على أمير. بعض اللاعبين هذا بخيل أرنولد، وين أرنولد بخيل. راح نشوف اللقطة هذه. شوف قال له ابعد إيدك، وخطاب جنبها، واللقطة جميلة. وبرافو يا نجاح، يا حلاتك يا حلاتك البنت العسولة، هي برافو والله يا نجاح. نجاح 19 نقطة لعبد الرحيم نجاح، واحد من أفضل الهدافين في هذه المباراة. نعود لعراجي إلى أمير سعود، يسجل ولا لا؟ راح نشوف. دائما داريان يطلب الكرة، مرعب تحت السلة. جاكسون إلى داريان، هي ما مشت. يا سلام يا كوردو، دائما أقول لك كوردو يعطي إضافة لتشكيلة سلة المغربي. وينك يا شوعة؟ وينك يا زويتة؟ تختلف الأمور في وجود عبد الحكيم زويتة وفي وجود أيضا محمد شوعة، ولكن هكذا الأمور. شوف قائد الأوركسترا الجماهيرية. نعود لأمير، 4 دقائق و55 ثانية. القمة ما زالت مشتعلة، القمة ما زالت مشتعلة. جاكسون، جاكسون وين ثلاثياتك؟ هي المرة هذه ما تسجلت. داريان حاول فيها ولكن تعود. برافو ياسين، سريعة، هي هي هي. هذا أرنولد اللاعب البخيل، له 3 ثلاثيات وغاب، وهو كوردو يحاول فيها ما تمشي. راحت عليك يا كوردو. اللمسة الأخيرة كانت من أمير، كان في إمكان أمير أن يتحصل على الكرة. 75-70 مشاهدينا الكرام، عشاق كرة السلة من الجماهير اللبنانية. للأسف يعني مثلا الجماهير المغربية لا تتواجد خلف سلة المغربي، واحد من الفرق الشرسة جدا على المستوى العربي، على المستوى الأفريقي، وهو بطل أفريقيا. حرام أن لا تتواجد، ولدينا جالية كبيرة جدا على المستوى المغربي، على المستوى المغربي. عموما 75-70 الأفضلية الآن في هذه اللعبة راح تكون لمصلحة سلة المغربي إذا ما نجح على المستوى الهجومي، إذا ما نجح على المستوى الهجومي. هنا سعادة أيضا إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي يتواجد. عموما مستمرين مشاهدينا الكرام. هي أرنولد، قلت لك هذا اللاعب البخيل تحت السلة. برافيا كوردو راحت عليك، سريعة لوائل يهدي على الآخر. وائل هو من يمسك أو من يمسك نبض الرياضي. وائل عراجي اللاعب السيمفوني، اللاعب السيمفوني. شوف هي ما مشت. وينك يا رضوان؟ عبد الرحيم نجاح إلى ياسين تحت السلة. كوردو مضغوط عليه، ما فيها شيء. اللعبة كانت على الكورة، على الكورة. برافو برافو يا جاكسون. لا 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 لا، مو طبيعي، مو طبيعي. يا سلام يا سلام يا سلام. 78-70 راح نشوف. المباراة صعبة، شرسة شرسة شرسة، ولكن صدارة هذه المجموعة مشاهدينا الكرام
بين الرياضي وبين جماعة سلا وبين هوبس. حتى هوبس يعني هوبس إلى الآن على فكرة الغريبة شوية. يوم الاثنين غدا في تمام السابعة مشاهدينا الكرام بتوقيت دولة الإمارات سيلعب هوبس اللبناني مع رياضي بيروتي أو اللبناني. اللقطات الجميلة ولقطة جاكسون مرعب جاكسون. جاكسون 15 نقطة إلى الآن، 19 نقطة مشاهدينا الكرام لمصلحة أيضا عبد الرحيم نجاح. رح نشوف شو اللي قاعد يصير في هذه المباراة. أرنولد البخيل جدا 10 نقاط فقط، منهم 3 من الرميات الثلاثية من الأوبن شوت. نعود لياسين الآن، حلوة. هذا أرنولد عامل فاصل حلو. يا سلام يا نجاح، هيا ياسين. أوه رائع 78-74. حلوة المباراة، فرق 4 نقاط، ما زالت لسه فيها وقت. اللمسة الأخيرة على رضوان بن سليمان نجم التونسي المميز، اللي طبعا قدم فاصل جميل جدا مع مكرم بن رمضان على ما تذكر قبل 3 سنوات هنا في البطولة العربية، لما استطاع أن يكسب البطولة العربية مع النجم الساحلي. عموما نعود كان السباق على مستوى الأفضلية وعلى مستوى الهدافين. هي يا وائل ما مشت معك، راحت بعيدة. في إمكان الآن تضييق الفارق تماما لسلا المغربي. ما زالت المباراة على أرضية الملعب ونتيجتها يعني مضطربة، إما زرقاء لسلا المغربي. حلوة، أوهو يا سلام، كوردو سجل، ولكن يبدو لي أن الصافرة سابقة شوية. هنا أحمد خميس حكم المباراة. ثلاثي الجميل محي الدين خطاب وأحمد خميس وعمر سيكري. مباراة جميلة غاية في الروعة. يقلص الفارق تماما. غدا راحة لسلا المغربي، الفارق نقطتين فقط والفران يطلب الوقت المستقطع. عشاق ومتابعي أيضا مشاهدينا الكرام فريق الرياضي اللبناني. لا مجال للخطأ الآن على مستوى التسجيل. مايك ما شفنا كثير اليوم مع الرياضي اللبناني في حين لقاء جاكسون وداريان. أرنولد يعني متأرجح شوية، بلا نجاحات أبدا. المباراة على عاتق أيضا عبد الرحيم نجاح وعلى عاتق أيضا سفيان كوردو. ما زلنا أمام إمكانيات عالية جدا مشاهدينا الكرام ل إمكانيات عالية جدا أيضا لرضوان. رضوان بن سليمان هنا، عامر سيقري أحد الحكام الرائعين فعلا في هذه المباراة. المباراة تسير برتم غاية في الروعة مشاهدينا الكرام من الجانبين حقيقة. الآن إذا ما نجح سلا المغربي بتصدي هذا الهجوم، وائل عراجي
إلى جاكسون. وائل هنا إلى جاكسون. جاكسون واحد من ملوك الثلاثيات. هذا مايك. شوف مازن حاول. برافو برافو، ما مشيت معاك. الأفضلية الآن، سيتغير مسار المباراة، سيتغير مسار المباراة إذا ما نجح الآن. سل المغربي بهز الشباك اللبنانية. ياسين إلى نجاح، راحت عليه خطأ في أخر على هايك المرة هذه، أو على هشام الحلو ولا على هايك. عموما لا، على بنم، على مازن. إذا ما سجل نقطتين تعادل. الرميتين الأولى ما تسجلت، راحت عليك يا سفيان. دائما محاولات التأثير من الجماهير. الثانية تسجلت، برافو سفيان. الفرق نص سلة بين الفريقين، 78 ل 77. آخر دقيقة ونص، آخر دقيقة ونص. جاكسون يعمل له ثلاثية ويخلص الأولي والتالي. نعود لمايك الآن، محاولة الاحتفاظ بالكرة. هي الثلاثية. أوه. الله 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 الله، برافو والله برافو. لو تشد يعني مايك اللي قلنا ما له وجود، لا والله له وجود، ووجود مثير للغاية. عموما هذا هي ما تسجلت. وين الأفضلية؟ تعود لمصلحة كوردو، راحت عليك يا كوردو. اللمسة الأخيرة اليمين، ما زالت الكرة لمصلحة مين؟ راح نشوف الآن. عطني القرار. نجاح عبد الرحيم نجاح، صدارة المجموعة يبدو لي للرياضي. إذا ما كانت هذه الكرة لمصلحة الرياضي فصدارة المجموعة للرياضي. هذه الكرة الأخيرة، هذه الكرة الأخيرة. 81-77 يمتلك من الخبرات للبقاء متقدما لهذه المباراة. شوف الفواصل الجميلة جدا للاعب السيمفوني. هي الكرة الأخيرة، حاول فيها ولكن ما سجلت، في خطأ على رضوان. رضوان بن سليمان، أو الخطأ على مين؟ الخطأ على عبد الرحيم، على عبد الرحيم لاعب رقم 4. الخطأ الثالث على عبد الرحيم. إذا ما سجل خلاص سينهي كل الأمال. ما تسجلت الأولى يا وائل. فرق 4 نقاط، 41 ثانية لسه بدري. راح يسجلها، راح يسجل، راح يسجل فعلا. يقولون صاحب النصيفة سالم، يقولون أهل الخليج في الأمثال صاحب النصيفة سالم، يعني اللي يسجل واحدة من ثنتين سالم ونص، يعني 100 100. عموما نعود لياسين. 82-77، فرق 5 نقاط، ما زالت المباراة. 34 ثانية فيها 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 فيها. الأفضلية واضحة تماما للفائز بهذه البطولة 7 مرات، لبطل آسيا مرتين، لبطل الدوري اللبناني 34 مرة، لبطل كأس اللبنانية 6 مرات، لبطل البطولة العربية 5 مرات، لبطل حسام